ولتسليط الضوء على تداعيات المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات التابعة لمقتدى الصدر في ساحة الحبوبي والتي راح ضحيتها 7 شهداء وما يزيد عن 80 مصاب، ينضم إلينا محمد الخياط الناشط في التظاهرات عبر الهاتف من الناصرية. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. أهلا أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. رغم سقوط 7 شهداء وإصابة ما يزيد عن 80، عاد الثوار في الناصرية لنصب خيامهم تحديا لميليشيات الصدر التي أثخنت فيهم القتل والجرحى بالأمس. ما هو تفسيركم لهذا الإصرار من الثوار؟ شكرا لكم على الجلسة، والتحية لكم والرحمة والخلود لشهدائنا والخزي العام للقتلة المجرمين من الذين رفعوا شعار الإصلاح. الحقيقة سواء كان من الصديين أو غيرهم في هذه الفترة، ونحن نتعرض للسجون والقمع والخطف. لدينا الآن مئات من الشهداء، يعني اليوم تصادف في مجزرة جميل الشمري في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وليلة أمس كانت على يد أتباع تيار الصدمي. نعم. وكأنما يعني التاريخ يعيد نفسه من جديد. نحن قدمنا شناعة الناصرية، قدمنا المئات من الشهداء وأكثر من 800 إلى 900 جريح، وهذا عدد حقيقة يعني كبير جدا. نعم. ولا نعرف حتى يعني لماذا، لأننا خرجنا من أجل بلدنا ومن أجل استرداد بلدنا من هذه الميليشيات المنفلتة التي تقتل في كل مكان، ليست الناصرية فقط هو القتل الآن، وإنما في بغداد والبصرة والكوت وفي كل محافظات العراق تلما هي الميليشيات موجودة. الحقيقة هي الميليشيات أقوى من الحكومة وأقوى من كل الأجهزة الموجودة. لدينا الآلاف في الناصرية من الأجهزة الأمنية، ولدينا موجود على مداخل ساحة الحبوبي مطارد من الشرطة، يعني العشرات الموجودين، يعني ساحة الحبوبي في مداخلها الأربعة الذين لا يعرفون يعني ولم يأتوا إلى ساحة الحبوبي. الحقيقة لدينا 4 مداخل، وهذه مداخل ساحة الحبوبي المسيطرة على من قبل القوات الأمنية. نعم. والذين يدعون يوم أمس جماعة التيار الصدري بأن المتظاهرين نحن الذين نحمل السلاح، نحن لم نحمل السلاح في يوم ما، يعني لا نريد قتل أي أحد، وإنما خرجنا من سلميين من أجل استرداد الوطن من هؤلاء الميليشيات ومن هؤلاء الشرار الذين دمروا كل شيء في العراق. لذلك يا أخي العزيز، المتظاهر هو في مكانه ويمارس حق الدستوري، الدستور هم الذين كتبوه بأيديهم وليس نحن. نحن الآن يعني لم نطالب بشيء حقيقة، نحن نريد أن نعيش بكرامة، نريد أن نشعر بأمان. أنا أتحدث معكم قبل قليل كان اللقاء معي، والتهديدات مستمرة لنا في كل مكان. طيب على ذكر التحديثات، عفوا على ذكر التهديدات أستاذ محمد، هنالك حديث عن تحرك ميليشيا اليوم الموعود التابعة لتيار الصدري بعد تهديد مقتدى الصدر بشن هجوم على الناصرية مرة أخرى. هل هنالك أي استعدادات لمواجهة الموجة الثانية لميليشيا الصدر ضد ثوار الناصرية؟ والله الحقيقة يعني هذا الخبر وصلنا يعني عصر اليوم، بأن هناك كتيبة من ما أعرف يعني الجيش الموعود، ما شاء الله المسميات كثيرة، أصبح في بلدنا أسماء المسميات رب الله وجماعة الله وحزب الله وما أعرف، يعني كل ذي اسم من الأسماء المقدسة. وهذه قضية يعني أعتقد بأن إقحام هذه الأسماء بهذه القضايا بالمصالح الشخصية والحزبية معيب جدا. يعني سمعنا بهذا الخبر بأن هناك فوج من لواء اليوم الموعود يتوجه إلى الناصرية، وسمعنا بأن مقتدى الصدر لديه تغريدة قبل قليل يطالب بمتظاهرين الناصرية بالعودة. نحن لم نخرج بأمر من مقتدى الصدر ولا من أي شخص، نحن خرجنا بنداء وطني، خرجنا بضمائرنا، خرجنا بسلميتنا، خرجنا من أجل استعادة البلد الذي سرقوه، سرقوا كل شيء هؤلاء الشرار وهذه الميليشيات العميلة للجهات الأجنبية لإيران وغير إيران. نحن لا يهمنا حين يقول من يقول، مقتدى الصدر هو زعيم حزب سياسي كأي شخص موجود الآن، كأي سياسي من حقنا أن نقف ضده ومن حقنا أن نقول ما أقول. لذلك
يعني هذه الامور لا تهمنا، لاننا منذ عام 2011 انا شخصيا اتحدث معكم فوجئت منذ عام 2011 وليسمع الجميع، وتم اعتقالي في مطار المثنى في 15/4/2011 بعد تظاهرات 25 شباط ومعتقل هنا في سجون، اعتقد بان اغلب سجون الناصريه قد سجنت فيها يعني السنوات، يعني اقل من 10 الى 12 دعوه مقامه ضدي شخصيا، بالاضافه الى يعني وانا في هذا العمر طبعا اكثر الشباب، الخطف مستمر والقتل مستمر والتهديد مستمر، وجماعه التيار السري الان يحاولون ايضا يعني اقحام المتظاهرين، يحاولون جر طيب المتظاهرين الى ساحه الحرب. نعم. وكاله اسوشيتد بريس في تقرير لها تقول ورأت عن مجزرة أمس أن هجوم ميليشيا صدر على ساحة الحبوبي هو استعراض للقوى قبل الانتخابات. أنتم كثوار هل تقبلون بانتخابات تمر على دماء الأبرياء من المتظاهرين السلميين؟ أستاذ العزيز، نحن حقيقة لا نكون جزء من هذه العملية السياسية البائسة، وهذا رفعناه يعني، وأنا قبل قليل مشروع على صفحتي الشخصية ممكن الاطلاع عليه، قلنا بأننا خرجنا من أجل إسقاط المنظومة السياسية، نقطة على السطر، هذا هو هدفنا، نحن لا نريد أن نكفي ولا نريد أن نشكك، كيف لنا يعني شيء غريب، نحن في بيوتنا غير، كيف لنا يعني كيف لنا أن نقوم بهذه الإجراءات؟ هذا إرادة يعني الجو ديمقراطي، ولا أنك أنت تتمتع بالحرية، يعني فنادق وغيره وغيره وبيوت تقتحم بالأمس، يوم أمس دخلوا على العوائل جماعة من التيار السري في منطقة تسمى في الناصرية منطقة الصالحية، أو منطقة يعني بها مزار اسمه مزار السيد جابر، يعني دخلوا عليهم إلى بيوتهم، كيف لنا؟ أنا أتساءل، وليسمع السياسيين العراقيين بالكامل كل الموجود المنظومة، كيف يريدون من هؤلاء المتظاهرين أو من العراقيين أن يقوموا ويذهبوا غدا إلى صناديق الاقتراع أو يشاركوا؟ نحن مقاطعين بالمناسبة يعني حتى أقل التصوير الكاملة، انه اصلا سبق اننا قاطعنا الانتخابات السابقه واعلنا موقفنا، لا نريد ان ندخل وننزج انفسنا ونخسر هذا تاريخنا النضالي، نقول نضال طويل ضد طيب. هذه الزمار وضد هذه العمليه السياسيه البائسه، نحن لا نريد حتى ان نشارك في الانتخابات، نحن هدفنا اسقاط هذه المنظومه، لا ان نشارك، اذا شاركنا مع هذه العمليه السياسيه اصبحنا جزء من الفساد. هل بات جواز مرور الأحزاب والتيارات الطائفية للبرلمان والمناصب بما تقدم من دماء العراقيين أكثر؟ يعني أن الكل سيتسابق من أجل إراقة الدماء من أجل العملية السياسية؟ أخي العزيز، الحقيقة الكل شركاء، نحن يعني منذ عام جر يعني منذ متى تريد أن أعود معك؟ يعني انا في عام 2008 في عام 2008 حدثت في احدى القنوات الفضائيه او نصا لاقول من هي قناه الفضائيه حتى يكون حديثي غامض، تحدثت في قناه الحره حول المشاريع حول الفساد، لم اتحدث عن القتل لكون هذا القتل في ذلك الوقت يعني لم يكن بهذه الصوره، والاحزاب لم تكشر على انها بهذه الطريقه، تحدثت مجرد حديث في الاعلام في قناه الحره، وتم اعتقالي من قبل محافظ البقار الاسبق عزيز كاظم علوان. يعني احنا نعرف هؤلاء يعني، وكان ينتمي الى المجلس الاسلامي الاعلى، يعني جماعه عمار الحكيم الان. يعني نحن على تعاقب الكتل السياسيه، كل الكتل السياسيه اللي حكمت البلاد من عام 2003 قامت بالقمع والاضطهاد والخطف واعتقال اي مواطن يرفع، انا اتحدث لك بعيدا عن ساحه التظاهر اللي تعطيني المجال اذا اكو مجال لكم، يعني تعطيني الوقت المناسب حتى اتحدث لكم الصوره وما ادري في الناصريه وما يدوم لاي مواطن عراقي وليس للمتظاهرين فقط. لا. اي مواطن يسمع الجميع، يعني يسمع كل المشاهدين ويسمع منظمات حقوق الانسان. نحن يعني الحقيقه عندما اتحدث الان معكم حتى خارج بيوتنا في اماكن نبحث عن اماكن امنه في سبيل خلاص من هذه الميليشيات، سواء كانت ميليشيات مصدر الصدر او غيرها. لذلك يا اخي اقول لن يسمع الجميع، لان الذين خرجوا لساحه التظاهر هم من اجل مطالب عامه، لا من مطالب شخصيه، ولا اريد ان اشارك مصدر صدري ولا مثال صدري في مصالحهم او في مكاسبهم. الدماء الان كل الكتل السياسي، اي انسان وطني ليسمع الجميع، او ليسمع منظمات حقوق الانسان،
واتمنى ان هذا الصوت يصل الى كل مكان وهو نداء من ساحه الحظوظي. نعم. من المتظاهر من ساحه الحظوظي واسمه الكامل محمد ياسر خيرات وصفتي الشخصيه ايضا محمد، وانا لا اخاف احدا. وان تعرفت ما تعرفت بالقمع والتهديد والخطف والكذا امور عديده. لذلك اقول ليسمع اسمع المنظمات الدوليه، نحن نعيش في تهديد مستمر، نحن وعوائلنا لا لشيء سوى لاننا ندافع عن هويتنا الوطنيه، لا لشيء سوى لاننا نقول فساد، لا لشيء سوى لاننا نتحدى الميليشيات ونرفض هذه الهيمنه والسلاح المطروح بوجودنا. لا لشيء سوى ان نبحث عن امام مستقبلنا ومستقبل اولادنا. يا اخي الحديث متشعب وطويل. والشخص اتمنى ان منظمات حقوق الانسان ان تفتح هذا الباب وتترك الابواب وتتحدث معنا بشكل واضح وسريع، ونحن مستعدون ان نقل لهم الحقيقه ومستعدون ان نبدي بشهادتنا امام اي منظمه دوليه حتى يعرف وبالاسماء وبالادله ايضا. فيا اخي الحديث طويل، والعراق الان اي عراقي ما عدا جماعه الاحزاب وما عدا جماعه الميليشيات هؤلاء يشعرون بالهيمنه ويتمتعون بالمال الفاسد بالمال العراقي. والفقراء الان والعوائل في الناصريه الان تجوب الشوارع، الان الجو ممطر في الناصريه وهناك عوائل تحت رحمه المطر. نعم. لا يوجد لديهم حمايه، سقف لا يوجد لديهم. يا اخي العزيز حديث طويل جدا يعني من وقت البرنامج حتى من يعني الناصريه الناشط في التظاهرات محمد الخياط، كنت معنا في استوديو رافدين، شكرا جزيلا لك لانضمامك الينا.